مناسباتنا الحلوة كتيرة وما بتكمل إلا بسفرة شهية. بحلقة اليوم خصصنا أطباق جديدة لسفرة عامرة. هاي شيف. هاي ملك. كيفك اليوم؟ بشكر الله. شو اليوم عنا مناسبات؟ مناسبات بتعرفي بخلال السنة عطول في محلات بتلاقي في مناسبة بتعمل فيها أكل. أوكي. رفيك تفكر بأفكار جديدة، شو بدي أعمل اليوم، كيف بدي أحضر. أهين شيء جوجل، شوفي أشياء في أفكار عملينه على زاوية أو عند على الويب سايت، برنامج مطبخنا، افتح الويب سايت بشوف الوصفة الكاملة 100%. فلذلك هي الأفكار كيف تيجي، بيجي لما شوف صور. أوكي. يعني بصير شوف هاي حلوة بقراها وشكلها حلو اكيد لانه الاكل معمول بالعين قبل بشوفها، ساعتها بشوف شو هي الوصفه، اذا لقيتها مهمه هون بصير بخترع عزوي. حلو. بخترع عزوي بعمل الاكل. نفس الشيء لازم الاشخاص بالبيوت اذا حبوا يعملوا شيء يشوفوا صور. الصور فعلا بتعبر عن الاكل. اوكي. هلا اليوم اول طبق حنعمله حيكون هو سمك بالباف بيستري، طبق كثير مشهور باوروبا حتى بامريكا. عادة بنعمل السمك بنلف بباف بيستري من خبز، وعادة بنعمل على مواد بيكون مثلا بتقعد عزمي عندك ضيوف بنحط كل شيء بنص الطاولة. فبنعمل من شيء بالخبز، بنعمل يخنة، بنعمل مشوي، بنعمل يعني كأنه عم يكرموا الضيوف 100%. هيدي الأمور اللي بتنحط على الطاولات. أول طبق هو حنعمله حيكون السمك بالباف بيستري. أوكي. السمك فيك تستعمله، هلا انا عم بستعمل مثل نايل بيرش، يعني سمك نهر النيل اللي بيجي هو بيشبه اللقص كثير. اللقص اللي يعني مثل هامور. اما فينا نستعمل سالمون، فينا نستعمل اي نوع فاتي فيش، يعني سمك مدهن. ما نستعمل سمك ناشف، ما فينا نستعمل مثلا شيء مثل التونه ممكن ينشف في قلب الطبخه. اوكي. حناخذ اول شيء السمكه. حنحمرها انه لازم نخبزها على القليل، نطلع منها المي بس نحطها بالعجينه، ما تطلع المي ما تنزع العجينه، ما تشتشها. مظبوط. اي ساعتها بتفت العجينه 100%. حناخذ السمك. اوكي. ده كان يعني هيدا الطبق لتكريم الضيوف 100%. شو في عنا اطباق نحن بالمطبخ العربي يعني بنعتبرها لتكريم الضيوف؟ اكثر شيء الذبايح. ذبايح يعني لما نحط نعمل خروف كامل، اما حتى جيغويات، اما الحبش الكبير، اما الدجاج المحشي، اما الحمام.